مرحبا شباب، معكم اخوكم حسين من قناة نظرة في عالم السيارات. اليوم وعلى رغبتكم انتم متابعينا الاعزاء، جيت اصور لكم هونداي باليسيد 2020. احنا حاليا بمعرض شركة هونداي باربيل مع الوكيل هونداي الرسمي الغبور قاصد، فابقوا يا حتى نشوف المواصفات الفنية والكمالية مال هاي السيارة. شباب، هوندا باليسيد من فئة سيارات اللي يسموها فاميلي سايز الكروس اوفر، او السيارات العالية ذات الحجم العائلي اللي تحتوي على 3 صفوف من المقاعد. طبعا هاي السيارة انا بالقناة عارض لكم على كيا تيلورايد، هي والكيا تيلورايد على نفس الشاصيه مبنيين ونفس المحرك ونفس الجير، بالفرق بس بالشكل الخارجي وبالديكورات مال الكابينة. ايضا نشوف الشكل الامامي مال السيارة، الشكل بصراحة مبتكر كلش، شكل حلو يعطي طابع رقي، يعني من خلال هذا الشبك الامامي الكبير، شبك ضخم وبتطعيمات بالستيل المطفي كلش حلو، وبعلامة هونداي كبيرة، وكذلك الواجهة بتطعيمات بالرصاصي، ومن هنا عندك اللايتات هاي الليديات النهارية، يعني بصراحة شكلها يعني كلش مستقبلي. شوفوا اذا شايفين فيلم ترون ليجاسي، هاي السيارة يعني تذكرني بفيلم ترون ليجاسي اللي هم كلهم على اجسامهم اكو هيك مثل خطوط ليزرية دا تشتغل على السيارات والمعدات اللي استعملوها بالفيلم. يعني انا هاي السيارة اقول الثيم مالها ثيم مال ترون ليجاسي، كلش حلو. هنا نشوف الضوء الامامي مبتكر جاي، يعني الضوء هنا عندك الاشارات، هنا الاشارات ويا ال LED النهاري جاي هيجي خط، وجوا عندك 3 عدسات LED هي الاضوية الامامية الرئيسية. طبعا السيارة كاميرات 360 درجة، وكذلك عندك حساسات امامية، والسيارة ايضا على البونيد اكو خطوط حتى يدعم الشكل القوي والرياض مال السيارة. شوف شلون خطوط جاية حلوة، تعطي شخصية للسيارة لأنه هي سيارة رياضية وقوية. هنا نشوف الشكل الجانبي مال السيارة، الشكل الجانبي مال السيارة أيضا شكل حلو ومبتكر ويعطي طابع رقي، لأنه شكلها من الجانب سيارة كبيرة كلش تبين. هنا نشوف الكنر مال الشاملغ كله بالبلاستيك الخشن، وكذلك اكو هنا بالشاملغات حفر حتى يعطي طابع رياضي للسياره، شاملغ نفخ وبيف منها نفخ مثل حفر، فشي كلش حلو. ومن هنا عندك المرايه الجانبيه جاي حسب الفلسفه الجديده مال التصنيع اللي هوندا تتبعه، اللي هو المرايه يكون مربوطه على الباب حتى يقل عندك ضوضاء مال الهواء، ونفس الوقت النقط العمياء تقل من هنا تقدر تشوف. والمرايه الجانبيه ايضا هم نفس الفكره ترون ليجاسي، خلينا نقول هنا هم عندك هيك اشاره جاي بشكل مبتكر وحلو. طبعا عندك اللون الاسود خبل على هالسياره ما شاء الله، عندك تطعيمات بالكروم حول الجامات، تطعيمات بالكروم كلش حلوه جايه، من هنا جايه مكمله الحد الجامه مال الصف الثالث، ومن هنا ايضا جايه مكمله، وكذلك عندك ايضا تطعيمات بالكروم على الحواف السفلى مال الابواب، وعندك ايضا نظام هذا الكنر مال الباب التحتي المادلب او النظام اللي يحمي العتبه مال الباب من الطين والمؤثرات الخارجيه. طبعا السياره بها رادار مال نقط عمياء، فشي كلش حلو. الويل مال السياره يجي الومنيوم وبي مثل رصاصي حجمه 20، فشي ممتاز بصراحه. تايرات بريدجستون ممتاز، حتى نوعية التايرات راقية. هنا عندك فوق ايضا سلايد روف، وكذلك عندك سكة مال سقف بلون رصاصي مثل الالمنيوم. نجي نشوف السيارة من الخلف، ابقوا وياي شباب. هوندا باليسيد من الخلف نشوفون السيارة، يعني الشكل مالها ايضا راقي، وتعبانين على التصميم صراحة، شكل كلش حلو. هنا نشوف من حيث البقلايتات او الاضوية الخلفية اللي شكلها يجي عمودي تأكيدا على جانب الرقي، وبيها خطوط LED حلوة، وكذلك عندك
بالخط الكبير مكتوب باليسيد وعلامه هونداي، ومن هنا عندك ايضا بالدعاميه الخلفيه اكو حساسات، وكذلك داير مدار السياره اكو تطعيمات بلاستيك الخشن بالحافه السفلى مال داير مدار السياره، هذا تاكيدا على انه السياره عندها روحيه طرق وعره. هنا عندك ايضا ريفلكترات، وكذلك الاضويه مال البق هنا صايره، ومن هنا عندك بروجيكتر خلفي كلش حلو، ومجوا الدعاميه اخر شيء اكو فد تطعيم بالرصاصي، شكل رصاصي حتى يعطي ايحاء انه سياره مال طرق وعره. وعندك هنا منفذين مال عادم بس بجهه واحده بشكل حلو جاي ومدمج ويا الشكل العام يعني منسقي وياه. عندك السبير صاير جوا من هنا يعني خارج السبير، بس طريقه الفتح مال السبير داخل الصندوق، هسه اراوي لكم اياها ان شاء الله. هنا نشوف السيارة تعمل بنظام اتش تراك كاتبين عليه، اللي هو نظام الدفع الرباعي الذكي مال هونداي، فشي مرتب حلو همس ان شاء الله راح نحكي عليه. هنا نشوف ايضا عندك جنح خلفي وبها الضوء مال البريك، وكذلك الشارك فين او الزعنفة مال القرش اللي هو الاريال، كلها مواد ذات جودة عالية. هذا بالنسبة لشكل السيارة من الخلف، ابقوا يا حتى نشوف باقي المواصفات. شباب خلي نفتح صندوق السيارة. شوف صندوق السيارة طبعا كهربائي، طبعا شركة هونداي يفتخرون بيقولون انه هذا الصندوق هي الفتحة مالتها اسرع صندوق في فئتها، يعني بالنسبة للسيارات الاخرى المنافسة لها، لانه شوف حاطين جاكات اثنين، جاكات اثنين واثنينات الموصولات على الكهرباء، من انا واحدة وكذلك من انا واحدة، فهاي ايضا من المميزات المهمه مال هاي السياره. وغلق الصندوق يصير من هنا من هذا الزر، وكذلك بنظام فتح الذكي، اذا شال انسان مش هالمفتاح، اذا اشيل المفتاح واتقرب للسياره لمده 3-4 ثواني هو يقوم يفتح من كيفه. هنا أنا نشوف ايضا كسعه خزن محترمه اكو، بالرغم انه الكراسي مال الصف الثالث احنا مقعديها. هنا أنا نشوف ايضا جوا منطقه خزن، خلينا نرفعها، هاي منطقة خزن حلوة. هنا نشوف البردة مال الأمتعة بها مكان خزن نا جوا، وهذاك المكان مال الجك، ومن هنا المكان مال عدة، وهاي شبكة مال شبكة جوا السيارة مال الأمتعة، ومن هنا هذا المكان من هنا تفتحه وتنزل منه السبير بمثل عتلة تخلي بيه تفره السبير راح ينزل وياك. ومن هنا بالصندوق اكو لما تكون نايم هالكراسي، هاي سهله ان انا هيك تسحب هالحبال تقدر تنوم الكراسي، وتريد تنوم الكراسي مال الصف الثاني تدوس ذني الدقم هم ينامن حتى الكابينه مال السياره كلها تصير عندك منطقه كبيره مال الخزن. ابقوا يا حتى نشوف المواصفات الداخليه مال السياره. شباب هسه راح ندخل السياره، قبل ان ندخل السياره اراوي لكم المفتاح، هذا المفتاح الجديد مال هونداي بصراحه كلش حلو، بيفتح صندوق، بيتشغيل عن بعد، بيفتح، بيغلق، يعني مواصفات حلوه تقدم لك اياها السياره. والسويتش ايضا بتطعيمات كروم يعني راقي، والسياره طبعا بصمه هنا بهذا الزر تفتح وبهذا الزر تغلق نفسه. نفتح الباب، اول ما تفتح باب السياره طبعا ميزه شركه هونداي شنو، انه دائما تشوف هم عندهم منتجاتهم بها شبه من منتجات مرسيدس، وميزه شركه كيا شنو، منتجاتهم ماخذه على الجانب الالماني البافاري، منتجاتهم بها شبه من منتجات بي ام دبليو. فهنا بصراحه يعني تشوف يعني هذه الشاشه، تصميم هذه الشاشه، هذه الشيء الممتده هيجي ويا الشاشه مال العدادات او الدشبول، يعني يعطي شبه على جماعه الاي كلاس والشاشه الطويله مالتهم، فشي حلو مرتب. هنا نشوف جوده المواد، جوده المواد جيده ممتازه، كلها مواد ناعمه. هنا عندك تطعيمات مثل كاربون فايبر كلش حلو، من هنا عندك تطعيمات مثل الومنيوم مطفي كلش حلو، والجامات كلها اوتو، جامات مال الباب كلها اوتو. هنا سيطر على المرايه الجانبيه والمرايه الشفط ايضا، وهنا حتى اليد مال الباب تعتبر منطقه خزن. هاي السيارات معروف انه سيارات عائليه وكبيره، فمناطق الخزن بيها كلش هوايه، منطقه خزن كبيره هاي تقدر تعتبرها، وهاي ايضا منطقه خزن نانا اكو. من هنا نشوف العتبه مال الباب مطبوع عليه باليسيد بالالمنيوم كلش حلو. الكرسي، الكرسي طبعا جلد نابا درجه اولى، طبعا سياره كلها ايرباقات، كراسي ايرباقات، بيها 10 ايرباقات، الكراسي ايرباقات، ايرباقات برده، ايرباقات، ايرباقات من هنا للسايق والراكب، انظمه امان محترمه هسه راح نشي عليها.
الكراسي ممتازة وناعمة، والكرسي بعشر وضعيات، حتى بالوضعية مال الفخذ، مسند الفخذ هنا هذا يرتفع وينزل من هنا من هاي الدومة. والكراسي ترحيب، لما تفتح الباب الكراسي تكون راجعة لي وراء، ولما تشغل السيارة الكرسي يرجع الوضع. طبعا هاي ايضا ملاحظة مهمة. هنا نشوف اكو مواصفات اخرى، هنا السيطرة على الإضاءة الخارجية، اليوم سيارة بها قدرات طرق وعرة لازم يخلون هاي المواصفة ترفع وتنزل الإضاءة الخارجية. هنا إضاءة الدشبول ترفع وتنزل، هنا الرادار مال نقط عمية، هنا نظام التراكشن أو تراكشن كنترول، هنا تفتح بيه الصندوق الخلفي، هنا البارك بريك الكهربائي أو الإلكتروني ممتاز، هنا الستيرن يجي التضبيط ماله يدوي لكن تلسكوب يعني يرفع وينزل ويجي يروح يتقدم ويتأخر، هيجي شغلات حلوة. نصعد السيارة، يا الله يعني ما شاء الله الكابينة الداخلية يعني بصراحة كلش رحبة ممتازة، وجودة الصنع مبين ممتاز كلش. هنا نشوف عندك منطقة ذاكرات اثنين خزن لوضعية كرسي السائق، هاي أيضا ملاحظة مهمة. هنا نشوف السقف شقد حلو، سقف بيه جزئين، السلايد يعتبر بانورامي لان هذا سلايد والجزء الخلفي ما ينفتح بعد بس الجامة، واكو شغلات اخرى يعني تأكيدا على جانب الرقي. السقف كله قذيفة او يسموه الكانتارا، هاي السيارات الراقية تغلف الدواخل مالته هيجي. المظلات ايضا بيهن جامة وكذلك بيها ضوء، وهذا ايضا يتحرك، المظلة تتحرك شيء حلو درجة أولى. الأضوية الداخلية، شوف الأضوية الداخلية كلها LED ممتاز. اليوم بدينا من فوق طبعا هذا السيطرة هنا على السلايد، وكذلك هنا السيطرة على الأضوية الداخلية مال السيارة، وهنا بيت النظارات، لا والله هذا مو بيت النظارات، هذا لأنه السيارة عائلية جامة هنا حتى تكشف لك الكراسي الخلفية اللي أنا أسميه رادار الأطفال حتى ليس نكاح. هنا نشوف المراية تجي كهربائية أو تدم أو تعتيم ذاتي. نجي هنا للدشبول، الدشبول قصة قصة بصراحة يعني كلش حلو. نبدأ بالستيرن، الستيرن قلت لكم هاي ستيرنات هونداي بفيديوهات وايس حاش عليها كلها تقريبا نفس التصميم، هذا التصميم ماخذ جانب الرياضية كلش حلو. هنا بيبولجن يعني طالع الستيرن، وهنا تطعيمات بالرصاصي، هنا عندك السيطرة على أنظمة الترفيه مال السيارة والأوامر الصوتية أيضا كلها تطعيمات بالرصاصي بها، علامة هونداي كبيرة حلوة. هنا عندك السيطرة على الشاشة اللي بالنص شوفوا بها حساس ضغط الاطارات، وبهذا نظام التراكشن كان اي هذا، شوف هذا نظام التراكشن يعطيك الكل تاير ايش قد قوه دا يروح له اثناء لما تكون تمشي، مثلا تمشي بوحل بالثلج يبين لك. وبنانا بها حتى بها ايضا بها بوصله، لان سياره معتبريها سياره مال طرق وعره يقدموا لك الخدمات. ومن هنا عندك ايضا العدادات انالوج، بس بالنص اكو شاشه 6 تقريبا انش اللي هو ديجيتال، فشي كلش حلو السيطرة عليه منه. وكذلك عندك مثبت سرعة وكذلك عندك شفتات بالستيرن مال جير. طبعا السيارة المحرك ماله 6 سلندر 3.8 والجير ماله 8 سرعات، هو نفس المحركات اللي تنزل على جماعة الجينيسيس. هنا نشوف فتحات التبريد شلون حلوة بشكل رياضي جاي، وكلها بها تغليفات او تطعيمات بالالمنيوم. ومن هنا هذا قلت لكم يعني ماخذ شبه من جماعه مرسيدس شيء، هاي الشاشه 10.25 انش شاشه الترفيه، اكو نظام خرائط بها، كذلك الابل كار بلاي واندرويد اوتو، كل هاي الشغلات كلها موجوده بهالشاشه. طبعا نشوف التطعيمات هاي الحلو ماخذ جانب رقي، كلها تطعيمات بالالمنيوم لحد نهايه الدشبول. هنا عندك السياره تجي 10 سماعات، 10 سماعات انفينيتي، طبعا سماعات راقي، نظام صوتي راقي. هنا عندك ايضا السيطرة على الشاشة، يعني اكو دقم فعلية مال ماب نافيجيشن راديو ميديا كلها موجودة هنا. هنا عندك السيطرة على التبريد، التبريد مال هالمنطقة مال هالمنطقة واحد وهالمنطقة واحد، ثنائي المناطق هنا دوز زر السنك هنا يتوحد اثنيناتهم. هنا الازرار مال السيطرة على التبريد. هنا عندك انظمة القيادة هسه احكي لكم عليها، بس قبل احكي لكم عليها خل نشوف الجير شلون شكله حلو الصدق، اجى مثل ازرار بعد ما بقى جير هيجي، كل ازرار صار. هنا البارك، هنا الباج، وهنا
نيوترال وهذا الدرايف، فشي كلش حلو. وكذلك بي الدقمه مال اوتو هولد بالازدحامات، لما توقف مره واحده تلزم بريك سياره هي توقف، بس تكون مشغل هالدقمه، بعدين لما تريد تتحرك بس دوز بنزين هي تتحرك. هنا انظمه الدرايف وانظمه القياده، طبعا انظمه القياده هنا اكو ايكو، اكو سبورت، اكو سمارت، وكذلك عندك الكومفورت. هنا عندك والله هذا لما تشغل السياره تشتغل تقدر تشغل هذين يمين اللي هنا الانظمه مال الدفع الرباعي. الانظمه مال الدفع الرباعي بيها مال طين، بيها مال ثلج، وكذلك بيها مال الرمال. هنا عندك نظام المساعده على النزول من المنحدرات، ومن هنا عندك الكاميرات الاربع جهات، ومن هنا عندك الحساسات الاماميه الطافيه وتشغله، ومن هنا عندك الكوشنات الاماميه هم تبريد وهم تدفئه، بس الكوشنات الخلفيه بس تدفئه تجي. ايضا بهالمنطقه مال الكونسول وسطي كلش حلو بصراحه، يعني بي مثل تطعيم مثل كاربون فايبر دلاله على الرقي. وهذه منطقه الخزن، شوف شلون مغطاه، ايضا حتى الدقمه مالته بالالمنيوم. هنا اكو شغله حلوه، هذا هي شيء، هذا منطقه خزن كبيره وبيها شاحن وايرلس، من هنا تشغل الشاحن وايرلس، وبيها منفذ يو اس بي. هنا نشوف هذه المنطقه، اذا تريد تخلي بطل تدوس هذا ايش يطلع، يصير مكان مال البطل، تخلي بطل. اذا ما تحتاجه تسده حتى يزداد عندك منطقه الخزن. وناهم نفس الشيء، هنا انا حاطي لك ويا نفاضه همين للاخوه المدخنين. هنا نشوف عندك مناطق خزن بهالسياره، حدث ولا حرج، لان هاي سيارات مستهدفه لعائلات كبيره. مناطق خزن حلوه، وهاي ايضا كلها المسند الوسطي بها تغليف بالجلد، وما شاء الله شلون كبيره هاي، بس ما بيها ثلاجه للعلم، بس منطقة خزن عملاقة، وبها منافذ اثنين مال طاقة، واحد منفذ 12 فولت والثاني يمكن يو اس بي، خلينا نشوف، اي الثاني يو اس بي، ممتاز. هذه شباب، هاي بصورة سريعة المواصفات مال السيارة من الأمام. طبعا كأنظمة أمان بالسيارة حشيت لكم، بها نظام تراكشن كنترول، بها 10 إيرباقات، وكذلك بها مال نقط عمياء، الرادار مال نقط عمياء، بها حساسات اماميه خلفيه، بها كاميرا 360 درجه، هاي كلها انظمه متوفره بالسياره. نشوف هنا اذا نشغل السياره، هسه شغلنا السياره حتى اراوي لكم الكاميرا، شوف الكاميرا الفيو مال الكاميرا، خلينا نشوف الرير، هاي الكاميرا 360 درجة كلش حلوة، تقدر من زر الكاميرا تشغله وتشوف الفيو، فشي درجة أولى. هسه نرجع على البارك، رجعناه، هاي منا الكاميرا 360 درجة، هذا الفيو مفروض تبدله، بس هو يشتغل ينطفي الضوء ما أدري، اتصور بس على الدرايف، شوف الدرايف، ايه على الدرايف هم تشتغل حلوه، ها تقدر تطفيها على الدرايف، هذا بس الشغله مالته انه تقدر تشغله او تطفيها على الدرايف، بس على البق يشتغل اجباري. هاي كمواصفات امان حلوه بصراحه. هسه خلينا على البارك، طفي السياره، هسه ابقوا حتى نشوف المواصفات من المقاعد الخلفيه والسعه الداخليه. شباب، من مواصفات الدلع والامان الاخرى الموجوده بالسياره، شوفوا هذا من شغل اشاره على الجهه اليمنى، الكاميرا اللي بالمرايه بالجهه اليمنى هيجي يطلع لك هنا، يطلع لك صوره اشاره حتى تشوف الزوايا العميه كلها. وبالنسبه للجهه اليسرى هسه انا فاتح الباب، شوف يطلع لك الزوايا العميه، حركات حلوه من هونداي. شباب، هذا المقعد الخلفي، طبعا انا اول شيء نشوف جودة الصنع، شوف الباب، طبعا هذا الشيء ما ذكرت لكم اياه بالباب الامامي، بس الابواب كلها هيجي جودة الصنع هنا، بين كلها سفايف دبل، وكلها البلارات مال الباب او الحواف مال الباب مغلفة بالبلاستيك حتى هذا يزداد عندك عزل الصوت. انا عندك بردة بالابواب الخلفية، بردة يدوية، فشي حلو. طبعا جودة المواد مال الابواب الخلفية هم نفس الشيء، كلها مواد درجة اولى، ايضا تطعيمات بالكربون فايبر، ايضا مكان يد كبيرة تقدر تستعمله كخزن، ومن هنا الجامة اوتو، كهربائية، تويترات اكو،
تطعيمات ألمنيوم، اثنين مكانات مال الجلاس أو البطالة مال المي، وهنا أيضا مكان آخر مناطق الخزن بهالسيارة هواية. وشوفوا هنا الشغلة الحلوة، شوفوا العتبات هنا أيضا باليسيد مكتوب العتبة، هنا أيضا شيء بلاستيك قوي مسوينه وبيجرب حتى هذا مو تصعد للمقعد مال الصف الثالث تتسهل عليك العملية. الكوشنات الخلفية أيضا كلها كوشنات جلد نابا حلوة، جلد ناعم كذلك، بها تطعيمات مثل دايمون كات أو إحنا نسميها نقشة مال البقلاوة بالعراقي. إيه فهنا نصعد السيارة. يا الله، طبعا دخول السيارة ما شاء الله كلش ممتاز لأنه سيارة كبيرة هي مخصصة لهذا الشيء. هنا نشوف التحكمات، هنا عندك تدفئة مال كوشنات خلفية ممتاز، وعندك التبريد هنا مال المنطقة هم واحد، درجة الحرارة مالته واحد. إذا السيارة التبريد مالها ثلاث المناطق، مال السايق والراكب والناس القاعدة بالخلف، تسيطر مال تبريد واحد. وهنا عندك منفذ شحن أيضا عادي 12 فولت. من هنا عندك شغلات حلوة، يعني خدمات حلوة تقدم لك السيارة. عندك منافذ USB هنا بالكراسي، منافذ USB هواي لأن يعرفون عائلات عندهم أطفال يشحنون آيبادات أو الموبايلات مالتهم كلها، أكو منطقة شحن هنا، أكو منطقة شحن أخرى هنا أيضا، بكل كرسي حاط لك منطقة شحن. الكراسي طبعا بلاستيك صلب وبها أيضا جيوب اثنيناتهم، هاي كلها خدمات حلوة تقدمها السيارة. هنا نشوف الكرسي يقدم لك مسند بالنص، مسند حلو هم كله مغلف جلد بي، حامل اكواب اثنين. طبعا هنا التبريد مال السيارة، هنا نشوفه السقف القذيفة ما شاء الله كلش حلو عليها، تبريد السيارة هذا الفتحات مال تبريد هنا صايرة فوق. ومن هنا ايضا تقدر تخليه اما من الجوانب يطلع هواء او من الفتحات او من اثنيناتهم، توزيعه هيش يصير، فشغلات حلوة. هنا الاضوية مال القراءة اكو هنا اللي هي اضوية LED داخلية، اوكي. وهنا عندك كمناطق خزن ما ذكرت لكم اياها، التشك ماتش بصراحة، التشك ماتش عملاقة كبيرة. هسه انا جيت للكرسي اللي بالنص، طبعا النفق مال الجاردن مو كلش عالي، وبصراحة القعدة بالنص يعني القعدة بالنص أحلى من القعدة بالكراسي اللي على اليمنى أو اليسرى، لأنه تصير أعلى شوية والمنظر كله حلو قدامك، وهذا دشبول السيارة من المنظر الكوشن الخلفي، فشي راقي وممتاز. ابقوا يا حتى نصعد للصف الثالث من المقاعد ونشوف شنو شلون الوضعية، مريحة لا شباب. هسه راح نحاول ندخل المقعد الصف الثالث مال السيارة. هنا اكو هنا دقمة تدوسها، طبعا بس تدوس الدقمة لفوق الكوشن هيدروليكيا كله يندفع لي قدام، وحكيت لكم على هاي الستبس والعتبات اللي هم موفرين لك اياه كلش حلو حتى يسهل لك عملية الصعود، وكذلك هنا حاطين لك مقبض حتى تلزمه هيجي وتصعد. هسه نصعد السيارة. يا الله، والله المقعد مال الصف الثالث يعني مثل ما يقولون كوزي او حلو، يعني مقعد حنين خلينا نقول، يعني شوف والله زين، يعني خاصة هذا الكرسي، اني الكرسي هذا هواية مأخرة اللي ورا هذا، اذا تقدمه شوية يعطيك مجال ممتاز بالنسبة للاشخاص اللي طولهم مو كل شوية. هسه اني هذا رجلي تلامس الكرسي، بس شوية اذا اقدم الكرسي مريح يعتبر، هسه ممتاز. ايه وكذلك الأرضية مال السيارة يعني بصراحة حلو مسويها، الأرضية عالية، عفوا الكرسي عالي مو الأرضية، فأنت القعدة مالتك ما تثني هواية ركبتك فشوية مرتاح. ونانا طبعا بالمقعد مال الصف الثالث عندك أيضا منافذ تبريد من فوق، أوكي، وكذلك عندك هنا مناطق خزن هواية بالسيارة، ويو اس بيات هواية، يعرفون هاي السيارة عائلية، نا إذا أطفال يقعدون نام كلش مريح بالنسبة لهم. وهنا ايضا عندك USB مناطق خزن، هاي بالنسبة للمواصفات الداخلية مال السيارة، بصراحة مواصفات ممتازة وتقدم لك خدمات ممتازة كسيارة عائلية. هنا انا بقى نشوف المحرك ونشوف الجير ونشوف كذلك سعر السيارة شقد والعروض مال الشركة. شباب هذا محرك السيارة، محرك V6 6 سلندر، الحجم مالته 3800 سي سي، يعطي قوة حصانية
290 حصان وعزم 350 نيوتن متر ومربوط على جير من 8 سرعات. اللي عجبني بهذا المحرك انه هذا محرك جي ام بي اي مو جي دي اي، مال تيلورايد يجي جي دي اي. فهذا السياره هاي سياره لين انتاج كوريا ومصدره لمنطقه الخليج، مسويين محرك ام بي اي. بصراحه هذا المحرك انا اشوفه انجح يمنا. وبالنسبه لسعر السياره شباب، سعره 42000 دولار بدون لوحات وياها ضمان 3 سنوات او 60000 كيلومتر مقدم من شركه الغبور قاصد. شباب هاي كانت نظرتنا على سياره هوندا باليسيد موديل 2020. اذا عجبكم الفيديو سووا لايك وشير، وبالنسبه للاخوه اللي يشوفون قناتي لاول مره سووا سبسكرايب حتى تبقون على تواصل ويانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.